أخصائي السمعيات. هو مقدم رعاية صحية مختص في تقييم وتشخيص ومعالجة اضطرابات السمع والتوازن. اختيار وتركيب وبرمجة المعينات السمعية وأجهزة الغرسة الإلكترونية ومتابعة وتأهيل المرضى. المشاركة في فحص السمع المبدئي لحديثي الولادة. بادر بطلب تحويل لطفلك في عيادة السمعيات إذا لاحظت أنه لا يستجيب للأصوات المحيطة، لاحظت أنه لا يفز من الأصوات العالية جداً، كان لديه تأخر أو مشاكل في اللغة أو النطق، التخاطب. كان هناك تاريخ عائلي بضعف سمع منذ الولادة، الطفولة. لأن الوعي وقاية.